فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولله الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله. نعم، هذه أشارة عظيمة، أنه مع كثرة المنكرات، كثرة المخالفين وغلبة الشر، فإن الحق لا ينعدم، بل الحق باق وأهله باقون عليه وإن كانوا قلة. فهذا يرد على هؤلاء الذين يقولون إنه لا فائدة من الإنكار ولا فائدة من البيان ولا فائدة من الوعظ والتذكير والناس ماضون في طريقهم. هذا مثل قول الطائفة من بني إسرائيل: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فلما جاء العقاب لم يذكر الله نجاة هذه الطائفة التي سكتت، ويحتمل أنها هلكت مع الهالكين لأنهم لم ينكروا. فدل هذا على أنه لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلاء والبيان مهما كثر الفساد في الأرض، بل تشتد الحاجة إلى هذا في هذا الوقت أكثر من غيرها.